السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد القيوم خوجة من شركة بروج العقارية. عرضنا اليوم في منطقة بليتلي مشروع قصر يابي. المشروع عبارة عن 22 برج سكني موجود فيه الخدمات متوفرة داخل المشروع. الشقة اللي بنصورها شقة ثلاث غرف صالة بمساحة 186 متر مربع، والشقق اللي بثلاث غرف صالة مساحتها أكبر مختلفة المساحات، في غرفة وصالة وثلاث غرف صالة وغرفتين وصالة، بس عرضنا اليوم ثلاث غرف صالة. الخدمات اللي موجودة زي ما انتم شايفين ألعاب أطفال، جلسات عائلية، مسطحات خضراء، بالإضافة إلى أنهم حطوا مسجد يخدم المجمع وصالة فتنس ومسبح مغلق يخدم المجمع ككل. الخدمات اللي موجودة أطراف المجمع، في عندنا سوبر ماركت قريب من المجمع بالإضافة إلى المواصلات، وأيضا في منطقة بليتلي موجود المطاعم والكافيهات وأيضا مواقف البسط. موقع المشروع، المشروع يقع في منطقة بليتلي زي ما قلت في بداية الفيديو. منطقة بليتلي معروفة أنها من المناطق الحيوية والمرغوبة لدى أغلبية السكان، قريبة من المطار تقريبا من دقيقتين إلى ثلاث دقائق بالسيارة، ومن الموقع إلى مول الفورم 5 دقائق، وإلى الميدان 10 دقائق. تعالوا مع بعض نشوف إطلالة الشقة على أرض الواقع ومساحتها، خلوكم معنا. وصلنا جماعة الخير الدور السادس. الشقة هذه ثلاث غرف وصالة مساحتها 186 متر مربع في الدور السادس في مجمع قصر يابي. أنا الآن متواجد في الكوريدور خلفي منطقة نقدر نحط فيها دولاب خاص بالأحذية والعبيات. بجوار باب الشقة عندنا انترفون لوحة المفاتيح، وعندنا يميننا دورة المياه الأولى الخاصة مثلا نقدر نقول بالضيوف. دورة مياه متكاملة بالنظام كلوزيت، موجود أيضا في الشطافات في كل دورات المياه. منطقة الكوريدور زي ما انتم شايفين سيراميك، الغرف مع الصالات باركيه. نتوجه مع بعض إلى الغرفة رقم 1. الغرفة هذه نقدر نستخدمها كغرفة شباب أو غرفة ضيوف على حسب رغبتنا. لها مخرج للبلكونة نشرحها من جهة الصالة. توزيع الغرف في المجمع هذا كلها جاية بنفس الطريقة، يعني أول ما ندخل من مدخل الشقة عندنا غرفة ومطبخ وجاية الصالة، بعدين توزيع باقي الغرف. مساحات مختلفة، المساحة هذه مساحة الشقة هذه مساحتها 186 متر مربع، وفي مساحات أكبر بس نفس التفصيل. جينا مع بعض إلى المطبخ، زي ما تشايفين عندنا قسم دولاب المطبخ بهذه الجهة، والقسم الآخر خلف الباب جهة الميكروويف والفرن مع الثلاجة، وباقي أدوات الكهربائية نقدر نحطها هنا مثلا غسالة الصحون والفرن. ما قلت لكم في بداية الفيديو أن المجمع واصل فيه الغاز الطبيعي، زي ما شايفين تمديدات الغاز واصلة في منطقة بليتلي. والمخرج الثاني للبلكونة من جهة المطبخ. تعالوا مع بعض نشوف الصالة. جينا الصالة، مساحتها ممتازة، مدخلها زي ما انتم شايفين جاية بشكل ركن مدخل الصالة، مساحتها ممتازة أقدر أقول ممكن 40 متر مربع. عندنا واجهة زجاجية قطعتين بنظام الواجهات الزجاجية الفرنسية، وإطلالتها على البحر وعلى الطبيعة إطلالة مميزة.
وعندنا القسم الآخر من هذه الجهة برضو موجود إطلالته على الجهة الجانبية. التدفئة المركزية موجودة عن طريق الغاز الطبيعي. قلت لكم في البداية أن البلكونة هذه مشتركة بين الغرفة رقم واحد والمطبخ والصالة. تعالوا نشوف إطلالة البلكونة ومساحتها. شوفوا مساحة البلكونة 2 متر × 5 أمتار، مركب فيها الكومبي والغاز الطبيعي واصل، وإطلالتها المميزة إطلالة على النهر وعلى الطبيعة وعلى البحر، إطلالة خيالية في هذه الشقة. وعندنا برضو مطل على الحديقة والفتنس، صالة الفتنس مع المسبح المغلق. نكمل مع بعض تفاصيل باقي الشقة، تفضلوا معنا. زي ما قلت لكم انه التدفئة عن طريق الغاز الطبيعي، وهذه الوحدات وحدات التدفئة. نجي بجوار الصالة، عندنا غرفة رقم 2. غرفة رقم 1 قلت لكم في البداية بجوار المطبخ، هذه غرفة رقم 2، مساحتها ممتازة وإطلالتها من الجنب، والتدفئة المركزية موجودة. نتوجه إلى دورة المياه الرئيسية التابعة للشقة. دورة مياه متكاملة، مروش جاي بهذا النظام، يعني جاي على جهة اليمين. وعندنا الكلوزيت، الشطافات موجودة، وعندنا مكان غسالة الملابس ودولاب، يعني شيء جميل مرتب، والمخزنة. نجي هنا رقم 3، غرفة النوم الرئيسية الماستر، مساحته ممتازة، أقدر أقول 3.5 × 4.5، مساحة جيدة وممتازة، إطلالتها من الجنب على المجمع. وعندنا قسم الآخر اللي هو قسم الدريسنج روم، منطقة خاصة بغرفة تغيير الملابس، نحط دواليب الأرفف، ومنها إلى دورة المياه الرئيسية التابعة، قصدي دورة المياه التابعة لغرفة النوم الرئيسية، موجود في المغسلة والكلوزيت، وخلف الباب موجود الكلوزيت، يعني دورة مياه متكاملة في غرفة الماستر. كذا أعطيتكم تفاصيل كاملة عن الشقة هذه. في الدور السادس في مجمع قصر يافي، مساحتها 186 متر مربع. أرجو يكون الفيديو نال على إعجابكم. في نهاية الفيديو أرجو يكون المحتوى أعجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. التفاصيل والأسعار موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو، ولا تنسوا متابعة آخر فيديوهاتنا في قناتنا في اليوتيوب بروج العقارية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.